وأما في محافظة ذي قار التي شهدت هي الأخرى ارتفاع مناسيب المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أغلب المحافظات، نفذت مديرية الصيانة للري والمبازل في المحافظة حملة كبيرة لإعادة الحياة إلى سيد دخيل، خصوصا في الأراضي الواقعة على شط آل إبراهيم التي انتعشت بشكل كبير خصوصا في مجال الزراعة. بإشراف مباشر من مديرية وصيانة مشاريع ري وبزل ذي قار، تم توفير المناسيب التشغيلية التصميمية بشط آل إبراهيم وتغذيته من ناظم الصدر، وهي أعمال من ضمن حملات التنظيف والصيانة الدورية المستمرة التي تقوم بها المديرية. نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار في أعمال التطهير والتنظيف والصيانة الدورية المستمرة لشط آل إبراهيم وشط الشطر المغذي إلى شط آل إبراهيم، إضافة إلى جهود مديرية الموارد المائية في تقنين بعض المنافذ وتطبيق نظام المراشنة، تم توفير المناسيب التصميمية التشغيلية لشط آل إبراهيم والاعتماد بصورة كاملة على تغذية شط آل إبراهيم من ناظم الصدر وإطفاء محطة الصالحية. المواطنون بدورهم أشادوا بهذه الحملة التي انعكست إيجابا على حياتهم اليومية، لا سيما أن معيشة الأهالي هنا مصدرها المياه كصيد الأسماك والزراعة التي توقفت تماما في السنوات الماضية بسبب الجفاف. احنا قبل كنا بهيك وضعية، كنا نقعد بنص نص هذا الشط، يعني ماي ما بيه، ماي اصلا للشراب ماكو، غسل ماكو. الان هسه شوف الشط، نحمد الله ونشكره، زرع عندنا واحنا مرتاحين نفسيا، يعني حتى نفسيا مرتاحين. من تريد تمر على الشط وتشوفه انت نفسيا ترتاح وتامن، يعني انت متامن هسه بين ورا فتره تقول انا اكو ماي وازرع وولدي وناسي هاي الموجوده كلها، من تشوف هاي الحاله ترتاح انت نفسيا، لانه هو هذا مصدرك الرئيسي لعيشتك الحلالك. نشكر مديريه صيانه ري ذي قار، مشاريع ذي قار على هذه الحملة، ونتمنى تستمر هذه الحملة لكثرة المياه بشط آل إبراهيم والنسبة عالية إن شاء الله. وقبل كانت معاناة، قبل شهر أو أكثر كانت معاناة، فهسه هاي الكمية يعني بالكامل غذت مشاريع آل إبراهيم والحمد لله والشكر. الكثير من مناطق الأرياف في ذي قار كانت تعاني من شح المياه إلى درجة انعدام مياه الشرب والغسل وهجرة العديد من العوائل. اليوم بتضافر الجهود واستغلال مياه الأمطار بدأت تنبض مجددا بالحياة. منى البدري، قناة رشيد الفضائية، الناصرية.